من جنوب العراق اهلا وسهلا بكم، كلكم شفتوا اكلة المصموطة بالفيسبوك، بس يا ترى شنو هي مكوناتها؟ اليوم جينا لجنوب العراق يا محجي يا محيدر حتى اراويكم مكونات هاي الاكلة، ابقوا ويانا وتابعوا الحلقة. حجيه شلونك؟ سلمك اخبارك؟ ان شاء الله بخير. خير الحمد لله. اريد اسال هذا السمك ليش تشروه هيك وتيبسوه؟ شر السمك نجيبه من هون نشره. قبل ما عندنا بزمان هن كل شيء ماكو لا ثلاجات ولا شيء يخلونها. اها. يجيبونها نشقها نغسلها ونصدفها هذا نسميه قشر. ايه. ميلي. نغسلها نملحها ملح زايد حتى تيبس ما تطول علينا. زين. ونسويها شنو نسويها؟ مصموطه. كل ما يبدا يجينا العيد احنا نسوي مصموط. مصموط شنو هي المصموط؟ احنا نشوف صورها على الفيسبوك يحطون هذا ماعون بمصموط. طيبه ايه؟ حلوه تنوكي. شلون شو تخلون؟ نخلي عليها فلفل بارد، نخلي عليها بانية، بصل، اي شكل تريدي. يعني هي مثل تشريب سمك؟ مثل التشريب. اه كيفك تريد تشرب تريد هيك تاكل بها تشريب ليه زين تشريبه. بيناتنا الحكي طيبه المصموط؟ طيبه تخبل. اه والله بس انت جوز ما ماكلينها. لا ما ماكلها ولا حاطه بحال قبل. لازم ايه؟ نسوينا كل بيت يطبخ له جدريه ما شاء الله. لازم. اي لازم. زين هذا ايش قد تيبسوه؟ ايش قد تخلوه؟ هذا الحين عليه السنه بعد احسن، اذا دارت عليه السنه مثلا شريناها بالصيف. اي. الصيف ما تجي احسن يصير صيف طيب، هاي سمتيه. ايه. مثل ليش بنيه مثل اي اثنين نوع. وكل نوع سعره يختلف. كل نوع سعره يختلف. زين هسه شنو اريد من عندك؟ اريد من عندك تختارين نفس سمكه حلوه. ونروح يومكم تسوي لنا اياها وتشرحي لنا الشليك خوش اختاري لنا فتش القاية زينه ونقعد اليوم تسوي لنا اياها المصموط حتى نذوقها. طبعا كيلو السمك مال المصموط الكيلو مالته 14000 على عكس السمك الحي اللي هو سعره 7000 او 6000 او 5000. الكيلو يصير تقريبا 3 وحدات ياخذوها وابقوا انا حتى اراويكم شلون تصير اكله المصموطه. هسه مثل ما قالت لنا الحجيه ام حيدر انه طبق المصموطه 3 مكونات اساسيه. المكون الاول اللي هو بالقدر اللي هو البصل، المكون الثاني اللي هو السمك اللي يبسوه ويمر عليه سنه، والمكون الثالث اللي هي البانيه بالاضافه الى المبصره والبهارات. هسه اول مره السمك نخليه له البانيه؟ ايوه اي شيء اي شيء سوى. بسم الله. سلاتش هاي البانية جاهزة، المرقة مصموطة عليها البانية، السمك الطيب. وهذا هو طبق المصموطة الشهير اللي كلكم تشوفوه بالفيسبوك بس ما تعرفون مكوناته. تعالوا الأهوار إن شاء الله بعد ما تعدي أزمة كورونا وجربوا طبق المصموطة وشكرا جزيلا.